السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شو أخباركم؟ هذه أول ما صبب كورنيش البصرة، نسبت ما شاء الله الكورنيش أصبح أجمل، والشركة المنفذة جدا مهتمة به، ومن ناحية النظافة من ناحية الترتيب، وحاليا جاي يشتغلون بالنافورة الراقصة. إن شاء الله راح تشوفوها بنهاية الفيديو أو منتصف الفيديو، لأن بنفس الفيديو وصلتني رسالة من الأستاذ محمد البصراوي تتحدث عن الأماكن العامة وعن الأماكن قرب البحر شلون يرتبوها، وشلون أكو مساحات خضراء، وشلون أكو أماكن للعب الأطفال. إن شاء الله تستمتعون بالفيديو، أترككم للمشاهدة هذا الكورنيش. إن شاء الله إن شاء الله البصرة أجمل والمشاريع اللي بيها. شكرا للحكومة المركزية على هذا الاهتمام بالبصرة والترتيبات، ما شاء الله ما قصروا، كل شيء حلو. احنا بنقدم هج فيديوهات يعني حتى يكون للعلم والتنويه، احنا يعني مو جاي ننتقد، وانما احنا نطمح للافضل. الحكومه ما مقصره، ان شاء الله جاي تؤدي واجبها، ان شاء الله تؤدي بعد اكثر وتمنع الامور الملائقه بالاماكن العامه، وتخلينا البصره تصير اجمل واجمل بعد ان شاء الله. اترككم تستمتعون بالفيديو، لا تنسون الاشتراك، اللايك اللي عجبك شاركه ويا اصدقائك. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم. للعلم انه انا هذا الفيديو سويته بناء على طلب المشاهدين، انه نقارن بين النرويج والبصره. اترك لكم بالوصف قناه استاذ محمد ورابط الفيديو اللي بعث به الرساله والاماكن العامه، وجزء من عندها موجود ان شاء الله ضمن الفيديو. لاحظوا كيف يتم تأثيث الأماكن اللي موجودة القريبة عن البحر وعن النهر. طبعا أبد ما ينسون أماكن مخصصة للأطفال، لاحظوا في كل مكان. يعني قبل شوية هذا المكان للألعاب البرتقالي ما يبعد منها 100 متر، وهذا مكان ثاني. مساحات خضراء، لاحظوا الحجر كيف يرسفوه، أماكن مخصصة للأطفال، وحتى رمل. شوفوا لو تلاحظون ذاك الرمل الأطفال يلعبون فيه.
لاحظ المساطر حتى بالبحر مثلاً المساطر. شوف المساحات الفضاء. شوف منين يسوي. شوف كلها حديد. شوف الحجر اللي راسفين. يا ريت لو الحكومة المحلية بالبصرة تكلف الشركة المسؤولة عن أعمال الكورنيش، شركة سهل العراق، بتخصيص مكان إلى الأطفال مثل ما تلاحظون. هذا المكان، هاي البحيرة كلها مخصصة للكبار مثل ما تلاحظون، لكن هذا الجزء هو مخصص للأطفال وأبد ما يكلف، يعني يكون قريب على سياج نهر شط العرب، ويعملون هذا المكان الصغير يسبحون به الأطفال ويلعبون، وخاصة إحنا صيفنا هناك طويل. مجرد ما هاي المساحة يا أما يخلوا لها أسفلت يبلطوها أو يعملوها رمل. وهذا لو تلاحظون هذا السياج الفاصل بين البحيرة العميق وبين هذا الجزء المعمق، مجرد ما هذه الركائز وهذا الحديد تلاحظون هاي البراغي رافعينها هسه لأن احنا في فصل الخريف، مجرد ما مشبك حديدي يخلوه هنا يكون عازل بين البحيرة الجزء العميق وبين هذا الشيء، والأهل يكونون هنا جالسين قريبة عليهم. لاحظون هذا مكان خاص للعب الأطفال، وهاي مراجيح. فأي مكان يعني أي مكان واحد يروح له لازم مكان مخصص للأطفال. هذا مكان مخصص للأطفال، شوفوا وكلها مجانية. لاحظوا هذا المكان مخصص للأطفال، هاي مراجي، هاي البحيرة، يعني ما نفكر بس بالكبار، لازم نفكر بالأطفال. هاي البحيرة كلها للكبار، هذا الجزء للصغار. بأي مكان، هاي بحيرة هسه نروح البحيرة الثانية نفس الشيء، مكان مخصص للكبار، مكان مخصص للأطفال. في أوسلو نفس الشيء، وما يكلف أبدا، ما يكلف، مجرد ما ركائز هاي وحديدات وبراغي ومشبك حديد. فيا ريت حكومتنا بالبصرة تنتبه لهذا الشيء وتعمل مكان مخصص للأطفال.